علامات المؤمن خمس، تختم باليمين، تعفير الجبين، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة 51، زيارة 40. هذه علامات الظاهر، إلا أن هنالك علامات أخرى للمؤمن ترتبط بداخله، ترتبط بواقعه بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه. شلون تعرف نفسك مؤمن؟ يقول الإمام السجاد سلام الله عليه: علامات المؤمن خمس. العلامة الأولى الورع في الخلوة. أمام الناس كل الناس طيبون، أمام الناس كل الناس أوفياء، أمام الناس كل الناس يتقيدون بما يصدر منهم. ليكون رب العالمين أهون الناظرين بالنسبة إليك. في بعض الذنوب يرتكبها الأشخاص، لو الطفل دا يشوفه ما يسويها، لو الطفل، لو احتمال أن هنالك كاميرا مراقبة يحسب حساباته. الورع في الخلوة، هذا أول علامة من علامات المؤمن. العلامة الثانية الصدقة من قلة. يوم اللي أنت ما عندك هواية وتبقي قليل قليل، هذا بمقدار اللي بيدك. والعلامة الثالثة الصبر عند المصيبة، تصعد تنزل رب العالمين يمتحنك في هاي الحياة. ترى تتمنى الله ما يمتحنك، أو تتمنى رب العالمين يمتحنك بالشكل اللي أنت تريد. واحد يقول يا رب اعطيني وشوف، رب العالمين يريد يشوف، بس يوم اللي ما يعطيك مو يوم اللي يعطيك، هو اللي يختار شلون الامتحان. إذن من علامات المؤمن واحدة أنه في المصيبة يصبر، والحلم عند الغضب. والله طلعت من طوري. شنو يعني طلعت من طوري؟ قل لي يعني شنو؟ يعني واحد جرجرك أجبرك يغضب؟ شوف التاريخ، حاكم كان يغضب من قضية معينة، يوم اللي يغضب من هذه القضية يدمر، لأنه غضب حالة نفسية. ومن علامات المؤمن الصدق عند الخوف. طبعا المثال الواضح للصدق عند الخوف هو في مواجهة الأعداء، لأنه في مواجهة العدو مو غرفة أو في مكان أنت قاعد الهواء مكيف وتتكلم عن البطولات، هناك يوزعون الموت الزؤام، صادقين هم اللي يوقفون ما يتراجعون. لكن أيضا الصدق عند الخوف، أغلب الناس يوم اللي يخاف يوجد. من علامات المؤمن الأول قلنا شنو؟ الورع الخلوة، وبعد الصدقة من قلة، وبعد الصبر عند المصيبة، والحلم عند الغضب، والصدق عند الخوف.